بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو وفي هذه الحلقة سوف نتعرف على طريقة أخرى من طرق الربح من السي بي أي ماركتينج. إذا هنا سنستعمل نيتش الأفلام ومجال الأفلام للربح من عروض السي بي أي. إذا هنا سوف أشرح لكم الطريقة يعني باختصار. إذا هنا سوف نقوم بإنشاء صفحة هبوط لأحد الأفلام، وسنتعرف على كيفية إيجاد الأفلام المربحة والأفلام الجديدة. إذا سنقوم بإنشاء صفحة هبوط للفيلم، ثم سنأتي بالترافيك من مختلف المنصات سواء بإعلانات مدفوعة أو بطرق مجانية. إذا هنا سوف نقوم بوضع رابط في هذه الصفحة، بعد أن نقر عليه سينتقل الزائر مباشرة إلى صفحة الكونتينت لوكر. إذن الكونتينت لوكر هو قفل المحتوى، أي أنه إذا أراد هذا الزائر أن يشاهد هذا الفيلم بالمجان ما عليه سوى أن يقوم بملء أحد عروض السي بي أي حتى يزول القفل، وبالتالي يشاهد الفيلم بدون يعني أن يدفع أي شيء. إذن سننتقل إلى أن نشرح كيف ستأتي بالأفلام. إذن سنستعمل موقع بوكس أوفيس موجو دوت كوم. إذن هذا الموقع خاص بالأفلام الجديدة وحتى القديمة. إذن هنا كما تلاحظون هذه الأفلام الجديدة التي ستنزل في السوق في هذه التواريخ المشار إليها هنا. كلما نزلنا إلى الأسفل سنجد الأفلام الجديدة. إذن هنا في هذا التاريخ في 17 نوفمبر سوف إذن سوف يقوم صاحب هذا الفيلم بتنزيل الفيلم في هذا التاريخ، كذلك الأفلام التالية وهكذا، حتى إذا أردت مثلا أن تشاهد أو تتعرف على الأفلام القديمة تستطيع أن تختار هنا السنة وتختار هنا الشهر مثلا لنتعرف على الأفلام التي نزلت في السوق في شهر 5 2021. إذا كما تلاحظون هذه الأفلام إذن إذا أردت أن تشاهد الفيلم تنقر مثلا هكذا ثم تنسخ اسم هذا الفيلم. إذن سأريكم الموقع الذي ستشاهدون فيه الأفلام وتستعملونه للربح من السي بي أي. إذن هذا هو الفيلم أو الموقع عفوا cmovies.is. إذن هنا تضع فقط اسم الفيلم هنا وتنقر على أيقونة البحث وستشاهد الفيلم مجانا. إذا نحن لا يهمنا أن نشاهد الفيلم، ما يهمنا هو أن نقوم باستغلال هذه الأفلام للربح من عروض السي بي أي. إذا كما قلت سنقوم بإنشاء كونتينت لوكر في شركة السي بي أي. سنستعمل مثلا شركة سي بي أي ليد. إذا هنا سنأتي إلى شركة السي بي أي ليد وننقر على إذا مثلا هنا تلاحظون هذه هي عروض مثلا دولة أمريكا، تدفع حتى 5.22 دولار لهذا العرض، 2.90، 1.22، 0.99. إذا عمولة جيدة نستطيع أن نربحها باستغلال هذه الأفلام. إذا الزائر الذي يريد أن يشاهد هذا الفيلم عوض أن يذهب إلى نتفليكس أو المواقع المختصة في مشاهدة الأفلام بطريقة مدفوعة ما عليه سوى أن يقوم بإملاء عرض، ونحن سنريه أين سيشاهد الفيلم بالمجان. إذا سنقوم بإنشاء لاندين بيج أو كونتينت لوكر، ننقر هنا ثم كرييت لاندين بيج. إذا سنقوم باستعمال هذا التيمبليت موفي بلاير، ننقر على يوز تيمبليت ثم نأتي إلى هنا ونسمي هذا التيمبليت. مثلا أنا عندي هنا مثلا تيمبليت لي هذا الفيلم آدمز فاميلي 2، نكتبها مثلا هنا، نكتبها مثلا هنا، أو نكتب مثلا موفي 1. مثلا سننشئ هذا الكونتينت لوكر لأول مرة، نكتب موفي 1 ثم نضع اسم الفيلم. مثلا نريد هذا الفيلم نكتبه هنا هنا نعم، ثم تختار هنا مدة الفيلم. إذا ستكتشفها بنفسك هنا، مثلا هذا الفيلم مدته 1:32 تقريبا،
90 ساعة، 90 دقيقة عفوا، نكتب هنا مثلا 90. تستطيع أن تغير كل هذه الأشياء، تستطيع أيضا أن ترفع صورة لهذا الفيلم بنقر هنا على choose file. إذن هنا أين سيذهب الزائر بعد أن يكمل العرض لكي يشاهد الفيلم؟ إذن سنأتي إلى هنا وننسخ رابط الفيلم في موقع سي موفيز، ثم نضعه هنا كنترول في. إذن بعد أن أتأكد أن كل شيء جاهز ننقر على سيف أند بريفيو. إذن نعم هذا كل شيء، ننقر على فينيش ثم جيت لينك، ننقر على كوبي. إذن هذا هو رابطنا الذي سنربح منه. إذن هذا هو رابط الكونتنت لوكر. نعم إذن سيأتي الزائر إلى هنا ويرغب في المشاهدة، سينقر على بلاي. ثم ستنبثق له نافذة تحمل عروض السي بي اي. إذن كما تلاحظون اسم الفيلم هنا. إذن هنا سوف تنبثق نافذة تحمل عروض السي بي اي. نعم إذن هذا هو العرض، سينقر هنا ويكمل العرض ثم سيزول القفل وسيذهب مباشرة إلى هنا إلى هذا الموقع. إذن هنا هذه العروض كل تظهر له عروض دولته، مثلا شخص مثلا في ألمانيا سوف تظهر له عروض ألمانيا هنا، شخص آخر مثلا من اليابان ستظهر له عروض اليابان هنا، هذا أوتوماتيكيا بدون تدخلك. إذن هذا أوتوماتيكيا حسب الـ IP address الذي سيفتح منه الشخص الزائر هذه الصفحة. إذن أنت ستقوم بإنشاء صفحة هبوط للأفلام، ثم ستأتي بترافيك من جوجل أدس، ويستحسن أن تكون هذه الصفحة بدومين مدفوع .com. لماذا؟ حتى لا تجد مشاكل في جوجل أدس ويقبل إعلانك يعني بدون أي تأخير. إذن هذه مسألة مهمة جدا، إذا أردت أن تستعمل صفحة الهبوط في موقع بيلدرول والذي استعمله شخصيا في عملي، إذن هذا هو موقع بيلدرول، تستطيع الاشتراك في الخطة الجديدة ب 14.9 دولار في الشهر، وتعطيك الحق في بناء ما لا نهاية من الصفحات والسيلز فانل، وكذلك ربط domain.com احترافي مع بيلدرول، وبالتالي تنشئ هذه اللاندنج بيج الاحترافية. إذا أردت الاشتغال على بيلدرول سأترك لكم رابط الاشتراك في وصف الفيديو. إذا تريد الانضمام معنا إلى التيم سوف أعطيك دورة احترافية، ستفهم كل شيء، كيف تبني أي شيء هنا في بيلدرول من صفحات ومواقع وأي شيء. نعم إذن بعد أن تتمم هذه الصفحة ستذهب مباشرة إلى جوجل أدورد أو جوجل أدس لنقوم بدراسة للكلمات المفتاحية لهذا الفيلم حتى نعم إذا ننقر على sign in. إذن هنا مثلا سنقوم بالبحث عن هذه الكلمة المفتاحية لهذا الفيلم، ننقر هنا على tools ثم نختار keyword planner. نعم ثم ننقر هنا على discover new keywords، نختار كل دول العالم ونجعله English مثلا هنا، ثم نكتب هذه الكلمة المفتاحية ثم get results. إذن هذا الفيلم ليس عنده يعني بحث كافي لأنه فيلم جديد. ثم get results. إذن هنا سوف نكتشف هنا البحث عن هذه الكلمة المفتاحية. إذن هنا البحث حول هذه الكلمة حوالي تقريبا 60500 بحث في كل شهر. إذن هنا
الكومبيتيشن أو المنافسة يعني نعتبرها تقريبا ضعيفة، لكن هنا في السي بي سي 3.18 دولار، إذا سي بي سي عالي نوعا ما. إذا نبحث عن السي بي سي يكون يعني قليلا ما، لن نريد أن ندفع أكثر من 2 أو 1.5 دولار، لا نريد أن ندفع أكثر من نصف دولار مثلا لأن نقرأ. إذا نبحث عن فيلم آخر. نضيف مثلا كلمة موفي. إذن كما تلاحظون هنا البحث حول هذا الفيلم حوالي 12000. إذن هنا السي بي سي 0.86، هنا أيضا توي ستوري البحث حوالي 1,220,000. إذن هنا انظر السي بي سي هنا يعني جيد جدا 0.23 دولار. إذن هنا نستطيع أن نربح من هذه الكلمة المفتاحية. نعم، نستطيع مثلا أن نأتي إلى هنا نقوم بعمل حملة إعلانية لهذا الفيلم، ننقر على نيو كامبين، نختار مثلا هنا without goal، ثم نختار search مثلا، ثم continue. إذن بعد أن نكتب كل هذه الأشياء ننزل إلى هنا إلى الأسفل، الذي يهمنا أكثر هو الكيوردز. نعم، إذا نجعله مثلا all countries جميع الدول، ثم ننقر على save and continue. إذا هنا الذي يهمنا هو الكيورد، نكتب مثلا هذه الكيورد. إذا قلنا توي ستوري، توي ستوري، ونجعلها بين هذين الرمزين هكذا. إذن فقط نريد أن نحدد هذه الكلمة المفتاحية، نقول لجوجل نريد فقط الزائر الذي يبحث عن هذه الكلمة فقط لا غير. إذن وبالتالي نستطيع أن نضمن أننا سندفع مبلغ معين حول كل نقرة. إذن هذا هو الذي يهمنا هنا أكثر، نريد أن نخسر أقل مما نربحه من شركة السي بي اي. إذن هذه هي الحملة الناجحة. مثلا لو كلفتنا هذه الحملة مثلا 20 دولار وربحنا من السي بي اي ليد 35 دولار، إذن يكون المبلغ المتحصل عليه هو 15 دولار، وبالتالي نستطيع أن نسمي هذه الحملة أنها حملة ناجحة. إذن هذا كل ما يتعلق بنيتش الأفلام، وتستطيع فقط أن تقتحم هذا المجال وتبدأ بالمرور من التجارب. إذن لا تكتفي فقط بالمشاهدة، ولكن يجب عليك أن تطبق. أستطيع أن أساعدك إذا كان عندك أي تساؤل حول المجال أو أي شيء يصعب عليك، تواصل معي عبر الواتساب أو اترك لي تعليق في مكان التعليقات في هذا الفيديو، وسأتواصل إن شاء الله وأشرح لك الأشياء التي تحتاج إليها. إذن هذا كل ما يتعلق بموضوعنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو انقر على لايك، إذا لم تشترك في القناة انقر على زر الاشتراك وفعل الجرس حتى تتوصل بكل جديدنا. أترككم في رعاية الله وأراكم إن شاء الله في فيديوهات مقبلة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.